الله يعطيكم العافية شباب. اليوم نكمل المحاضرة الخامسة في موضوع البلوك تشين، وراح يكون محاضرة اليوم عن السمارت كونتراكت. السمارت كونتراكت هي أو العقود الذكية تسمى، هي العقود الذكية هي عبارة عن عقود تكتب في باستخدام البرمجيات، وبالتالي هاي العقود يتم تنفيذها إلكترونيا، وهي مش بحاجة إنه يتم عمل هاي العقود على ورق. واليوم راح برضو راح نستكشف الموضوع أكثر مع بعض، ونشوف كيف ممكن انه البلوك تشين تساعد في عملية الاكزيكيوشن او التنفيذ للعقود الذكية. بدنا نبلش نحكي عن تاريخ العقود الذكية وكيف بلش الموضوع. في عندك اللي طبعا اللي بلشها هو واحد اسمه نيك سزابو، هو المسؤول عن تطوير البلوك تشين. is credited for developing the concept of a smart contract. سوري مش البلوك تشين، اللي هو العقود الذكية. بدي افرجيكم صورته، هو هذا الشخص اللي امامك. وطبعا هو اكتشف موضوع العقود الذكية او اسسها سنة 1996، عشان تشوف من متى. هو طبعا عبارة عن دارس اي تي وبرضه دارس قانون الجانبين، فهو قام بانشاء الموضوع العقود الذكية. وطبعا بعدين دخل في الكريبتو كارنسي او العملة الرقمية، والان هو صاحب ثروة محترمة. وقد عرف نيك سزابو سمارت كونتراكت as a set of promises، مجموعة من الوعود، specified in a digital form، مكتوبة في بطريقة رقمية او digital، including protocols within which the parties perform on these promises. موجود فيها اللي هي البروتوكولات اللي راح يتم فيها راح يتم عن طريق هالبروتوكولات تنفيذ الوعود الموجودة في العقد. فيعني basically عبارة عن algorithms او عبارة عن كودات، زيك انت بتكتب العقد اللي بدك اياه، وعلى اساسه بقوم الجهاز، خلص حدث الشرط بقوم الجهاز بتنفيذ العقد، وبقوم بنقل الاصول بين الاطراف. بنقل الاصول بمعنى انه يعني بدفع مصاري وبعطي الاصل اللي انطلب، كانك عملت عمليه تبادل تجاريه طبيعيه، ولكن عن طريق الحاسوب. سمارت كونتراكت از كمبيوترايزد الجوريثم، فرجيتكم قبل شوي الالجوريثم اللي هي زي هيك بتكون، which perform the term، والتي تقوم بتنفيذ العقد. اذا انا عندي السمارت كونتراكت، حكينا يعني هو عبارة انت بتبرمج الجوريثم معينة، والالجوريثم هاي هي بتقوم بتنفيذ العقد. What is the difference between vending machine and smart contract؟ وهنا بسأل سؤال، شو الفرق بين الفندنج ماشين وبين العقد الذكي؟ الفندنج ماشين اذا ما بتعرفها، الفندنج ماشين اللي هي هاي اللي بتشتري منها، بتحط فيها مصاري وبطلع لك بتشتري مثل عصير شيبس اشي منها، بتحط فيها مصاري وهي بتعطيك الايتم اللي انت طالبه. طب شو الفرق بين العقد الذكي وبين الفندنج ماشين؟ راح تلاقي انه الفندنج ماشين هي عبارة عن عقد ذكي، لانه فيها برمجية، فيها الجوريثم معينة. هاي الالجوريثم بتحكي مثلا اذا انت حطيت والله ربع دينار وطلبت وكبست عند قزازة مي، فبتيجي هاي، فانت كأنك عملت هنا عقد بينك وبين الآلة، بانه انت بتعطي ربع دينار وهي بتعطيك المية، والعقد هذا بتم تنفيذه الكترونيا عن طريق الالجوريثم المكتوبة او الموجودة مبرمج فيها الجهاز. واذا اعطيتها مثلا دينار وطلبت مية، فبرضو العقد هذا نفسه او الالجوريثم شو بدها تعمل؟ ترجع لك 75 قرش وتعطيك قزازة المية، وتأخذ الربع دينار الآلة كسعر الاشي اللي طلبته. فهي العقود الذكية قريبة جدا من مفهوم الفندنج ماشين، وهو مثال معروف جدا في البلوك تشين. لما تحكي عن الفندنج ماشين هو مثال يعني راح يكون فاميليار فيه اي واحد بيشتغل بالبلوك تشين. نكمل الان بعد ما شفنا الفندنج ماشين، نيجي على السمارت كونتراكت ايفولوشن، كيف تطور عمل العقود الذكية وما هي مراحل تطورها. Most of today's legal contracts are created using word processing templates customized by attorney and other legal professionals. أغلب عقود اليوم القانونية، طبعا العقود القانونية، يتم صياغتها باستخدام كلام، وهذا الكلام بيكون ضمن templates ومنظم من قبل محامين و other legal professionals وأي أشخاص قانونيين آخرين. They
الحين ستاندرايزد ليجل لانجويج يحتوى على يعني لغة مو زي ما تحكي لغة موحدة which specify terms and condition والتي تقوم بتحديد الشروط و والقواعد manifest within a word document ومكتوبة بتكون على ورق. They rely on a third party for interpretation and enforcement. بيعتمدوا على طرف ثالث من أجل قراءتها ومن أجل enforcement يعني من أجل إنه يضعها أو يعني ينفذها. This process is time consuming and redundant. وهي تأخذ وقت طويل وتراكمية. The parties to the contract rely on artificial intelligence and the courts to remedy the situation. هاي خليها شوية بس خليني أجي لك على هذول أول أربع نقاط. أنت إذا بتشوف عقد أجار طبيعي زي أي عقد أجار ممكن أنت توقعه. خليني أحاول أقربه عليه. هذا ما بعرف لأي دولة عقد الأجار ولكنه يعني شبيه حتى بالعقود الأجار اللي عندنا. بتلاحظ إنه أول إشي خلينا نيجي على السلايد بحكي لك انه هاي بتكون تتكون من تمبلتس يعني من هذا تمبلتس يعني اشي جاهز يكون بس انت بتعبي فيه فهاي عبارة عن تمبلتس زي ما انت شايف هذا عقد اجار موجود وهذا التمبلت تبع عقد الاجار بحكي لك كمان بكون اللي وضعها هاي يا انه شخص يا انه محامي يا انه شخص قانوني وهذا الاشي واضح هون لما تطلع عليها هاي العقود بالعادة هاي بكون محامي هو اللي عاملها برضو شو بحكي لك بحكي لك they contain standardized legal language فيها لغة لغة محامين يعني زي ما تحكي فيها لغة standardized ولغة جامدة بتكون المحامين اكثر اشي بفهمها ولما تيجي تطلع هون راح تلاقي فعلا كلمات دفع المستأجر للمالك تأمين قدره إذا رغب المستأجر في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل نهاية المدة المتفق عليها يجب أن يعلن المالك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة فأنت بتلاحظ هون اللغة إنه يعني حتى أنت لما تيجي تقرأها هاي بيسموها لغة قانونية وصعب عليك أنت إنك يعني صعب على الشخص العادي إنه والله يكون ملم في كل جوانبها هاي اللغة فبالتالي انت اصلا بحاجة الى محامي يقدر يقرأ لك اياها فانت بتشوف هنا عندي 17 بند بس بجوز تقرأهم يكون في شغلات انت اصلا مش فاهمها فتضطر تسأل المحامي شو قصده بهاي شو قصدنا بهاي شو قصدنا بهاي فهاي مشكلة العقود التي تكتب على ورق اليوم احنا هذا الحكي كلياته الفكرة انه كيف ممكن طبعا هي وبحكي لك هذا time consuming وredundant بأخذ وقت كثير وكمان بتراكم انت كيف ممكن نتخلص من هاي الشغلة تخيل معي هاي العقود عقود الايجار هاي كلياتها بكامل شروطها المعقدة موجودة ضمن الالجوريثم مكتوبة زي هيك والتنفيذ ويتم التنفيذ الكترونيا كأنك انت بفندنج ماشين يعني كأنه هاي جميع شروط العقد وجميع الامور اللي فيها العقد او بتهم المتعاقدين بتكون موجودة ضمن الالجوريثم مكتوبة وهاي الالجوريثم هي بتقوم بالتنفيذ فاحنا هنا بسطنا الموضوع جدا تخلصنا من الوسطاء اللي في النص من جميع العمليات هاي وبرضو صارت العملية اسرع وتضمن لك ما يصير فيه تراكم فهاي بسموها زي ما تحكي artificial contract artificial intelligence contract smart contract solve traditional contract problems انت لاحظ معي بحكي لك طيب انا بما انه عندي عقود ذكية هاي العقود الذكية راح تقوم عندي بحل مشاكل هي موجودة في العقود العادية زي اللي فرجيتكم اياها زي العقود هاي هاي العقود زي ما انت شويت فيها مشاكل كثيرة بالنسبة لك طبعا بالنسبة للمحامي لا ما راح تكون فيها مشاكل بس بالنسبة للناس العادية هاي راح يكون فيها كثير مشاكل وغير مفهومة وبحاجة لشغل وجهد كبير وبحاجة لوسطاء كثير يفوتوا بالنص كيف العقود الذكية ساهمت في حل هاي المشكلة computer program that can carry out the contract and contain codes and is capable of executing the terms and condition of the of an agreement انت عندك بطلت العقود تكتب بالطريقة اللي بده يكون فيها يعني يجي المحامين ويجوا اهل الاختصاص كثار فيها عشان يدخلوا بالموضوع انت هي ببساطة simple as programming او code program انت بتقوم بوضعه طبعا هذا البروجرام انت عشان تنفذ سمارت كونتراكت
بدك يكون ضمن، بده ينعمل طبعا ضمن برمجيات مختصة او ضمن اماكن او بلاتفورمز مختصة لعمل السمارت كونتراكت، من ضمنهم الاثيريوم، من ضمنهم السوليديتي. وانا فرجيتكم شوي بالفيديوهات الماضية، السوليديتي هي لغة برمجة للبلوك تشين، والاثيريوم برضو هي لغة، هي من خلالها بتقدر تعمل عقود ذكية. The contract code defines the term and condition as set of if then else syllogism in the same way that a legal document would. بحكي لك انه العقد الذكي انت لما تيجي تبرمجه، لما يتبرمج وينكتب كودات، شو هي البرمجة؟ هي عبارة عن if then else، يعني اذا بصير هيك اعمل هيك، والا اعمل هيك. يعني اذا دفع لي ربع دينار، خلينا نروح على الفندنج ماشين، اذا دفع ربع دينار then اعطيه مي، اذا ما دفع else والا ما تعطيه مي. يعني زي هيك بده يكون بسموها ال if then else syllogism. وطبعا هاي الكونديشنز كان بي فاليديت اند كونفيرم باي ار بي سي او ريموت بروسيجر كول. والريموت بروسيجر كول هي عباره عن بروتوكول اللي ذات وان بروجرام كان يوز تو ريكويست ا سيرفيس فروم ا بروجرام لوكيتد ان انذر كمبيوتر اون ا نتورك ويزاوت هافينج تو اندرستاند ذا نتورك ديتيلز. بديش افوت كثير بالتفاصيل، بس انه الفاليديشن التقييم وعملية الموافقة على القواعد او على الشروط بتتم عن طريق الـ RPC. هذا بدي اياك تفهمه. السمارت كونتراكت فلو، طبعا هون انت بتقدر تيجي تطلع على كيف بيتم السمارت كونتراكت وكيف تدفق البيانات، بس بفضل هاي الرسمة نيجي عليها بالاخر. الان مكونات السمارت كونتراكت او مكونات العقد الذكي. اول شيء سمارت كونتراكت كود، الكودات اللي يكتب فيها اف ذن او اف ذن else syllogism. مثلا انت ممكن تكتب الكودات تبعيتك، كنا على الاثيريوم سوليديتي، وهي طبعا عباره عن كودات ممكن تتخزن وممكن انه تو بي فيريفايد وممكن انها تتنفذ عن طريق البلوك تشين. واحنا يعني للاسف انه الظروف هي اللي منعت، بس انا بالعاده كنا نعطي باللاب شوي على السوليديتي، ما نعلم البرمجة كاملة فيها، بس انه يعني على الاقل نعلمك كيف تعمل عقود جدا بسيطة وتحاول تطبقها وتشوف نتائجها. سمارت ليجل كونتراكت ثاني اشي فيها، اللي هو العقد القانوني الذكي. Written as a specification for using smart contract code as a complement or complete substitute for legal contract. وانا طبعا اللي هي يعني زي ما تحكي انت داخل الكودات، انت بتكتب كودات وتكتب الوصوفات القانونية داخل هاي الكودات برضو، عشان انه تكون مساعدة لعملية قراءة القواعد شروط الاجار. اخر اشي انا actual contract، وهنا لاحظ بحكي لك انت حط عقد حقيقي مع العقود الذكية. يعني لا تمشي العقد الذكي فقط تخليه عقد ذكي وانتهى، انت اكتب معاه عقد كتابة. وطبعا هاي زي ما انت يعني اذا بدك تفكر فيها، هي لانه التكنولوجيا هاي جديدة، فانت يعني بجوز الناس ما يكون عندها ثقة كبيرة انه خلص انا عندي عقد اجار فقط على برمجية حاسوبية، لا انا بدي ورقة امسكها. فمبدئيا الان بالفترة اللي احنا فيها بالعادة عقد السمارت كونتراكت بيكون معاه عقد حقيقي. انت يعني حاليا حتى لو اشتريت جهاز واجتك الفاتورة على الايميل، بكون بدك بتحس انه لازم يكون معك فاتورة حقيقية مش فاتورة ايميل. فتخيل معي يكون مثلا عقدك كامل يكون على بلوك تشين، او عملية بيع شراء، او عملية توثيق ارض. مثلا انت اشتريت ارض يتوثق لك بسمارت كونتراكت، بجوز يكون عندك خوف شوي وبدك ورقة حقيقية تحتفظ فيها. فبالتالي هسه حاليا بالمرحلة هاي انت مكونات السمارت كونتراكت ثلاثة، السمارت كونتراكت كود، والليجل كونتراكتس اللي بالداخل مكتوبه، والاكتوال كونتراكت واللي هو العقد الحقيقي الورقي بسموه اوف بلوك تشين لوجيك، يعني بكون خارج البلوك تشين، ما له علاقه بالبلوك تشين. فانت يعني كانك حامل ورقتين، بتكون ورقه القانونيه اللي موجوده داخل البرمجيه والاكتوال فيزيكال ورقه. Therefore the smart contract is a hybrid built with separate component. لاحظ معي بقول لك اذا انا بما انه انا عندي هذول المكونين الكترونيات وهذا المكون ورقي، فانا عندي اشي هايبريد، اشي خليط، عقد خليط بين اشي بالبلوك تشين وبين اشي اوف بلوك تشين. اللي اون بلوك تشين اللي هو هاي الكودات، اللي اوف بلوك تشين اللي هو الاكتوال كونتراكت.
بس بحكي لك مع التقدم eventually يعني بالنهاية البلوك تشين تكنولوجي بيكم ماتشور لما تنضج تكنولوجيا البلوك تشين وتصير مقبولة عالميا and widely accepted. السمارت كونتراكت راح يكون فقط على البلوك على الاون بلوك تشين, يعني فقط الكتروني يكون العقد. For now, الآن a very simple contract can be fully automated. Other contracts may require both self-execution term and terms that are outside the software code. This because not all decisions or steps in contract can be reduced to logical statement, especially for complex contracts. بحكي لك الآن يعني أنت أمامك مشكلتين. أول مشكلة حكيت لك إياها أنا اللي هي أزمة إنه أنت بدك ورقة بإيدك. ثاني مشكلة إنه مرات العقود تكون معقدة جدا. يعني أنت لما تيجي مثلا على عقد استحواذ شركة على شركة, بالعادي هيك عقود بتكون يعني بتحكي عن 100 و200 صفحة بكون العقد. فهذا الاشي صعب انك تيجي تختصره بإف ذن إلس كود, او صعب حتى انه بالكامل ينعمل على البلوك تشين. فممكن تستعين في الاشياء الرئيسية بالبلوك تشين والاشياء الكثير بدها سبيسيفيكيشن وتحديدات تستخدم فيها ورقي. هاي اول تحدي. وبالنسبة لانه فيري العقود جدا بسيطة, مثلا زي عقود المراهنات مثلا, اول حصان بفوز هو كذا, او عقود لي نصيب او كذا, هاي كلها ممكن تنعمل على شيء لانه هي نفسها بسيطه, فممكن تنعمل على البلوك تشين. سمارت كونتراكت بنفيت, فوائد العقود الذكيه, بروفايد ا مور تراستورثي ليدجر ذان ريلاينج اون ا تراست سنترال ليدجر. بحكي لك انه اول شيء مور تراستورثي, يعني ممكن تثق فيها اكثر لانها ما ليست مركزيه. ثاني شيء more security آمنة أكثر, traceability ممكن تتبعها, transparency شفافة, off record and transaction for participants and regulators as well as lower operational cost. فبحكي لك إنه هي طبعا أنت لما تيجي تعمل العقد على السمارت كونتراكت راح يكون آمن أكثر, ما حدا بيقدر يلعب فيه, ممكن تتبعه من لحظة الصفر, وراح يكون جميع السجلات والعمليات اللي موجودة راح تكون شفافة وظاهرة إلى الجميع, وبرضو تكلفتها راح تكون قليلة. يعني إذا حتى مثلا أنت تخيلت مع عملية شراء تسجيل سيارات, سيارة انباعت من 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 أنت الآن زمان أو مش من فترة بعيدة كان واحد مشتري سيارة ما يعرف هي من وين, بس ولكن تخيل أنت تواريخ السيارة كلياتها نازلة على البلوك تشين, فأنت بسهولة بتعرف إنه ما حداش بيقدر يلعب في تواريخ السيارة أو في ملاكها مثلا أو في حتى ملكيتها. فبالتالي البلوك تشين بيقدم لك حل, والسمارت كونتراكت هو جزء لا يتجزأ من البلوك تشين. The combination of a smart contract with blockchain adds certainty, security and resilience. وهذا الاشي اللي حكيناه الآن, انه لما انت تقوم بدمج السمارت كونتراكت لعقود ذكية مع البلوك تشين, انت صار عندك مكنون قوي جدا من حيث انه ممكن تتأكد certainty, انت ما يعني لا يوجد شك فيه, آمن ومقاوم لأي عمليات تخريبية. Terms can be verified by independent parties. الشروط ممكن يتم تحديدها من قبل أطراف خارجية. The information stored on the blockchain is protected from security threats as maintained on multiple nodes where more than 51% of the nodes will have to compromise before any problematic issue would be manifest. يعني بحكي لك إذا أنت ممكن تلاقي مشكلة, راح تلاقي مشكلة لما يتم السيطرة على 51% من النودز اللي موجودين. النودز حكينا هم اليوزرز أو الأشخاص اللي بيكون عندهم شير للبيانات. فإذا أنت بتحكي عن لاند وعندك مئات الآلاف ذي شير الانفورميشن, هاي صعب تيجي واحد يجي يأخذ 51% من النودز الموجودين عشان يقدر يغير في البيانات. فبالتالي هي very secure. Smart contract challenges, أهم التحديات, performance, الأداء تبعها. The computing resources and performance required for transaction processing, validation and fraud detection will determine which banking, financial and payment service it can best be applied to. Currently, blockchain is not performant enough to handle thousands of transactions per second. It will relegated to assets transfer that are not time dependent, such as buying, selling, highly traded and volatile security. هنا بحكي لك أسوأ إشي بالسمارت كونتراكت عندي اللي هو بطئها, واللي بطئها وطبعا إنه عدم قدرتها على تنفيذ
ترانزاكشن او الاف العمليات في الثانيه. انت حاليا السيستمز الموجودات اللي هم السيستمز الداتابيس العاديه، تخيل معي كم حوالي بتصير بالثانيه بين الدول، تخيل معي كم عمليه بتصير داخل البنك، تخيل معي كم كذا. في كلام عن انه 100,000 عمليه اللي بيقدر يعملها الداتا بيقدر يعملها سيستم عادي، البلوك تشين بالمقابل تقدر تعمل قبالها 7 بنفس الوقت. فانت بس عشان تعرف الجاب والفجوه اللي موجوده بين الاثنين. فهي اكبر مشكله بالبلوك تشين، وهي عدم قدره على تنفيذ العقود الذكيه بطريقه سريعه، لانه ادائها جدا بطيء. واحد، لانه نفسها هي عباره، بحكي لك هي عباره عن secure by design، انه هي الطريقه اللي انعملت فيها مخليتها امنه، وبالتالي بما انها امنه بحاجه ل بروتوكولات اكثر وبحاجه ل ضمانات اطول راح تاخذ. هاي اول مشكله. ثاني مشكله انتر اوبيرابيليتي، اللي هي زي ما بحكوا اللي هي عمليه الترابط بين القطاعات، او عمليه الترابط بين السيستمات. زي مثلا ما انت شايف بالصفحه هنا، تبادل المعلومات بين جميع الاطراف، هاي اسمها انتر اوبيرابيليتي. ممكن برضو الانترنت اوف ثينجز، اذا بتسمع فيه الانترنت اوف ثينجز، اللي هو انك انت تقدر تربط كل شيء مع بعضه، انت يعني زي تليفونك مثلا قادر يربط كل شيء مع بعضه، شيء كونسبت قريب من هذا. فالانترنت اوف ثينجز برضو بيعتمد على الانتر اوبيرابيليتي. فالبلوك تشين لما تيجي على الانتر اوبيرابيليتي وين العالم رايح، فهي بتعاني من مشكله كبيره من هذا الموضوع. بحكي لك انشورنج انتر اوبيرابيليتي بتوين ديفرنت بلوك تشين امبلمنتيشن سو ذي كان تيك تو وان انذر، وات از ذا كوست تو اتشيف ذس، ذس ويل ديتيرمين باي ذا الاينس جروب هو ويل هوبفلي ديفلوب ستاندردز. يعني للان ما في شيء واضح بالنسبه له كيف انا بدي اعمل تشابك بين البلوك تشينات اللي معموله مع بعض، او بلوك تشين مع القواعد البيانات الاخرى. السكيلابيليتي او هو التوسع، او انك تكبر. Each node in the particular blockchain network must know about every single transaction that occur globally, which may create significant drag on the network. وهي المشكلة، انه انت بما انه كل نود موجود في النتورك لازم يوصلوا للمعلومة، ولازم تكون المعلومة هاي مخزنة عنده عشان انه انت تقدر تمشي بالبلوكتشين. هذا الاشي بيعمل لي زي ما حكيت لكم بطء ومشاكل في النتورك. The goal is to perform all transactions with a higher efficiency, but in a way that doesn't sacrifice the decentralization and security that the network provides. وإحنا بنحاول نحل هاي المشاكل بدون ما نضحي بموضوع اللامركزية اللي بتقدم لي البلوكتشين. Smart contract risks، مخاطر السمارت كونتراكت. The decentralization model possesses challenges when you need to change the rules, because those changes need to be agreed upon and accepted by all participants to function consistently. والآن بحكي لك اللي هي بما إنه الموديل اللي ماشي عليها السمارت كونتراكت هون، أو العقود الذكية، الموديل اللي ماشي عليها هي decentralized، يعني لا تعود إلى مرجعية واضحة. فبالتالي بدك تغير القواعد. يعني إذا كانت الملكية هون على دائرة السير، أنت هون مش ملكية السيارات، ما بتعود العمليات هاي كلها لدائرة السير، ملكية السيارات على السمارت كونتراكت انت خلص هي مكشوفة للكل. فبالتالي بدك تغير قواعد اللعبة نفسها. وهذا اول تحدي. ثاني تحدي بيكون اللي هو create a number of potential risk including governance, deployments, risk management, regularity and legal. فانت غيرت طبيعة العقود بالكامل، فبالتالي بده يصحبها مخاطر اخرى كلها. يعني انت غيرت الفاونديشن او الاساس للموضوع، فبالتالي هذا الاشي راح يطلع مخاطر كثير جديدة معك. اخر اشي سمارت كونتراكت ليجال تشالنجز، او التحديات القانونية للعقود الذكية. يعني انت هنا اول اشي حكينا هنا شوي الخطورة العامة كموضوع، بس هنا طب بالنسبة للجانب القانوني للعقود الذكية، هل العقد الذكي ملزم قانونيا ام لا؟ هاي السؤال. Has legally binding contract been informed؟ هل أنا العقد القانوني، هل أنا العقد الذكي ملزم قانوني؟ يعني أنا إذا أثبت ملكية سيارتي ببلوكتشين، بعملية بيع بيني وبين واحد عن طريق البلوكتشين، هل هذا العقد ملزم قانوني؟ هل القاضي راح يأخذ فيه إنه أنا بعت واشتريت سيارتي عن طريق كودات على الأجهزة؟ هذا هو أكبر تحدي. طبعا الآن أنت بتحكي لي أكيد لا، بس لقدام هاي الأمور ممكن تصير
حقيقية وواقع. Whether a smart contract is legally binding will depend on a number of factors. مدى انه العقد الذكي يكون يعني ملزم قانونيا ام لا بيعتمد على عوامل عديدة. من ضمنها انت لشو استعملته وشو نوع الكونتراكت اللي انت استخدمته برضه وشو نوع القانون المطبق عندك. يعني في بلدان بلشت هي اصلا تطلع على موضوع الـ يعني تسمح فيه موضوع السمارت كونتراكت العقود الذكيه. هاي هون بحكي لك في عندك دلوير واريزونا بامريكا مرروا قانون بيسمح فيه بالتعاطي بالعقود الذكيه. ديجيتال سيجنتشر نيد تو بي بايندينج از بين اند بيبر. برضو الديجيتال سيجنتشر واذا ذاكرين احنا حكينا بالشابتر الماضي عن الديجيتال سيجنتشر وكيف انه بنعمل وكيف انه بيحدد شخصيتك وبيميزك او مش شخصيتك بيحدد المستخدم وبيميزه. فبدك يكون الديجيتال سيجنتشر زيه زي توقيعك لما انت توقع على معاملة بيع لازم يكون ملزم قانونيا بنفس الطريقة ويكون دليل على انك انت وافقت على العملية سواء بالمحكمة او في الواقع. في البلوك تشين اذا سيجنتشر داتا از كيبت اتس ايزير تو ليتر اوثنتيكيت ذا ترانزاكشن ريكورد باي ريفيرينج تو ذا ديجيتال سيجنتشر يوزينج تو فاليديت ذا ترانزاكشن. بحيث انه هذا السيجنتشر يكون هو معرف عنك. وهون هذا اكبر تحدي للعقود الذكيه. انا لهون بدنا نوقف محاضره رقم 5 وانا ان شاء الله بلقاكم بالمحاضره القادمه والله يعطيكم العافيه.